السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا باشمهندس؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال، وتكونوا وفقتوا في امتحانات من الترم السابقة. إن شاء الله الفيديو ده هيكون تكملة للتو فيديوز اللي فاتوا. إن شاء الله النهاردة هنشرح الانسيرشن سورت. الفيديو اللي فات إحنا شرحنا الميكانيزم بتاع البابل سورت، وشفنا الستيبس بتاعته ماشية إزاي از فيجواليزيشن. بعد كده شفنا ازاي ان احنا ممكن نكتب الالجوريزم او الطريقه اللي احنا بنكتب بيها الالجوريزم، وبعد كده شفنا ازاي ان انا بامبلمنت الالجوريزم بتاع البابل سورت از كودنج باستخدام لغه السي بلس بلس. يتبقى لنا جزء اخير احنا ما شفناهوش المره اللي فاتت وكنا قايلين ان احنا هنتكلم عليه، هو البيج او نوتيشن بتاع الميكانيزم بتاع البابل سورت. خلاص، فانت احنا كتبنا الكود، خلاص ابدا حط الكود بتاعك قدامك وابدا احسب البيج او نوتيشن بالروز اللي احنا اتكلمنا عليها في الويك الرابع او في الاسبوع الرابع. هتلاقيها ان هي طلعت او اوف ان سكوير. خلاص، عشان لو الدكتوره حبت تسالك في الامتحان جابت لك مثلا البابل سورت او مساله على البابل سورت وقالت لك حلها بالميكانيزم ده واعمل واكتب الالجوريزم واكتب الكود مثلا او اعمل امبلمنتيشن للالجوريزم، وبعد كده قالت لك احسب البيج او نوتيشن بتاع الميكانيزم ده، خلاص تبقى عارفها وتبقى عارف ان هي بتتحسب ازاي. خلاص، وده شرحنا عليه اكزامبلز كتيره جدا تقدر انك انت تطبقها على الكود بتاع البابل سورت. الفيديو ده ان شاء الله هنشرح الانسيرشن سورت نفس القصه، هنشرح الاول الستيبس ماشيه ازاي على اكتر من اكزامبل او على اكزامبل واحد، هنشوف الفيجواليزيشن بتاعه الستيبس، بعد كده هنشرح الالجوريزم، وبعد كده هنبدا نشوف ازاي نعمل الجزء ده امبلمنتيشن بلغه السي بلس بلس، وبعد كده في الاخر نحسب البيج او نوتيشن. طيب، فكره الانسيرشن سورت جت ازاي؟ الانسيرشن سورت فكرته هو ان انت عندك مجموعه من الايتمز او مجموعه من الارقام بتبدا انك تقسمهم لجزء سورتد وجزء انسورتد. طيب، قبل ما نتكلم في الفكره بتاعت الانسيرشن سورت عاوزين نشوف الفكره جت منين اصلا. خلاص، خلينا نفتح البينت عشان اوضح لكم الفكره جت منين اصلا. طيب، لو عندي مجموعه من الارقام موجوده في الري، خلاص هنفترض ان الارقام دي 1 2 3 4. خلاص، عندي كام؟ عندي اربع ارقام عندي في الاري. خلاص، الارقام دي مثلا 10 20 30 40. خلاص، لو لاحظت قدامك دلوقتي هتلاحظ ان انت الاري ده سورتد. يعني ايه سورتد اري؟ اري الارقام اللي فيه مرتبه 10 20 30 40. خلاص، لو جيت قلت لك دلوقتي اعمل لي انسيرت للرقم ده اللي هو مثلا 25 بحيث انك انت تضيفه وتحافظ على الترتيب بتاع الاري. خلاص، فبيولوجيك كده المفروض هتعمل ايه؟ بيولوجيك انك انت هتبدا تقارن ال 25 بكل رقم موجود عندك في الاري وتشوف لو هو اصغر فهتخش على الرقم اللي بعده لغايه لما الرقم ده يبقى اكبر من الرقم اللي انت بتقارن بيه، فتقدر انك انت تحطه بعد الرقم ده. يعني ايه؟ هتبدا انك تقارن ال 25 بال 40، مين اصغر؟ ال 25. خلاص، هتزحزح ال 40 ناحيه اليمين، هتوديه ناحيه اليمين. خلاص، طيب تبدا تقارن ال 25 بال 30، مين اصغر؟ 25. خلاص، هات لي ال 30 ناحيه اليمين. طيب، ال 25 وال 20 مين اصغر ال 20؟ في الحاله دي تبقى متيقن ان الاوبتيمال بليس او المكان الصحيح للرقم اللي انت هتحطه هو بعد ال 20. يعني انت لما قارنت ال 25 بال 20 لقيت ان ال 20 اصغر، واصلا الاري اللي قدامك ده هو سورتد. خلاص، يبقى الاري بتاعتك هتبقى ايه؟ هتبقى 10 20 25 30 40. طيب،
فكرة الانسيرشن سورت بقى هي ايه؟ ان انا عندي جزء سورتد اللي هو العشرة والعشرين والتلاتين والاربعين، وجزء unsorted اللي هو الخمسة وعشرين. لما تدخل على السورتد ده لازم يبقى انا عندي هنا سورتد وانسورتد. ازاي ان انا ادخل الجزء الانسورتد في السورتد بحيث ان انا احافظ على الجزء السورتد مرتب؟ هي دي فكره الانسيرشن سورت ده بشكل از جنرال. خلينا نشوف مثال. طيب يبقى هنا فكره الانسيرشن سورت ان انا بقسم الاريه عندي لجزئين، جزء سورتد وجزء ايه؟ unsorted. طيب خلينا نشوف اكزامبل سريع كده. لو انا عندي اري في الارقام 29 10 14 37 13، طبعا هنا انا هشرحها باللوجيك اللي هتمشي عليه في الكود وباللوجيك بتاع الستبس، خلاص في نفس الوقت. خلاص طيب 29 10 14 37 13، فانت هتلاقي ايه؟ ان الاري ده عندك انسورت لان في 13 وفي 14 في النص وفي 10، فده ايه؟ انسورت. فانت عاوز ترتبه. هتبدا اول خطوه تعملها انك انت تقسم الاري بتاعك لجزء سورتد وجزء انسورت. طيب مين هيبقى الجزء السورتد؟ هتاخد اول اندكس عندك في الاري هيبقى هو الجزء السورتد، وبقيه الاري هو الجزء الانسورتد. يعني ايه؟ يعني هتقسم الاري ده لجزئين، جزء في ال 29 او في رقم واحد اللي هو ده الجزء السورتد، وجزء في بقيه الارقام اللي في الاري اللي هي 10 14 37 13 اللي هو الجزء الايه؟ الانسورتد. اول خطوه هتعملها ايه؟ هتبدا توصف الجزء الانسورتد بحيث انك انت تاخد منه element او اندكس تحطه في الجزء السورتد وترتبه. طيب اول خطوه هتعمل ايه؟ قلنا هنقسم الاري سورتد وانسورتد. 29 هو عباره عن جزء سورتد، وال10 وال14 وال37 وال13 هو جزء unsorted. طيب اول خطوه هعمل ايه؟ هبدا اخد اول اندكس عندي في الاري unsorted اللي هو ايه؟ اللي هو ال10. تمام. هتعمل ايه؟ هاخد منه كوبي، تاخد منه نسخه. خلاص. طيب بعد كده تبدا تاخد الاليمنت او اخر element او اخر index في الجزء السورتد اللي هو ايه؟ ال 29. تبدا تقارن ال 29 وال 10 مين اصغر؟ هتقول لي ال 10 اصغر. ففي الحاله دي هعمل ايه؟ لازم اجيب ال 10 ناحيه الشمال وال 29 ناحيه اليمين. طيب الميكانيزم ده هيحصل ازاي؟ هيحصل بان انا هاخد من ال 10 كوبي، خلاص خدت من ال 10 نسخه، وابدا اجيب ال 29 في مكان ال 10 اللي انا خدت خلاص اوريدي منها نسخه. خلاص يبقى انا هنا بقى عندي 29 و29، خدت كوبي من ال 10 خلاص وحطيت ال 29 مكان ال 10. طب الخطوه اللي بعديها اعمل ايه؟ ابدا اخد الكوبي اللي انا جبتها من بره اللي انا حطيتها بره واحطها مكان ال 29، فبقى عندي 10 و29. فشكل الاري بقى عندي عباره عن ايه؟ 10 29 14 37 13. الخطوه اللي بعديها اعمل ايه؟ نفس الخطوه اللي عملتها في الاري الاولاني، اقسم الاري بتاعي لجزء سورتد وجزء انسورتد. طب مين الجزء السورتد اللي انا لسه عامله دلوقتي؟ ال 10 وال 29. الجزء الانسورتد اللي هو ايه؟ ال 14 وال 37 وال 13. قلنا اول حاجه اعمل ايه؟ اخد اول اندكس او اول element عندي في الجزء الانسورتد اللي هو في ال 14 وال 37 وال 13. مين اول element؟ 14. قلت اول خطوه اعمل ايه؟ اخد كوبي من الاليمنت ده، خلاص خدت كوبي اهو، كوبي لل 14، خدت منه كوبي فاريبل فاضي. وبعد كده ابدا اقارن ال 14 بال 29، مين 14 و29؟ يبقى ال 14 اصغر، يبقى لازم اجيب ال 14 ناحيه الشمال وال 29 ناحيه اليمين. ده هعمله ازاي؟ ان انا هاخد كوبي من ال 14 واجيب ال 29 مكان ال 14. تمام. وبعد كده اعمل ايه؟ اجيب ال 14 مكان ال 29. فالترتيب عندي هيبقى ايه؟ 10 14 29 وال 2 ايتمز او ال 2 انديسيز الباقيين ينزلوا زي ما هم اللي هو ال 37 وال 13. هعمل ايه هنا؟ هعمل نفس اللي عملته في الخطوه الاولى والخطوه الثانيه، ان انا هقسم الاري بتاعي
لجزء sorted وجزء unsorted. عفوا. طيب مين الجزء السورتد؟ 10 14 29 ده الجزء السورتد اللي انا لسه عامله دلوقتي. الانسورتد اللي هو ايه؟ ال 37 وال 13. ها هنعمل ايه؟ اول حاجه هجيب اول اليمنت موجود عندي في الجزء الانسورتد اللي هو كام؟ 37. طيب اول خطوه اعمل ايه؟ اخد منه كوبي، خدت منه كوبي وابدا اقارن الكوبي او النسخه او باخر اليمنت موجود عندك في الجزء السورتد اللي هو كام؟ 29. ها ال 37 اكبر من 29؟ اه اكبر منها. ففي الحاله دي ايه؟ لا خلاص انت مش هتعمل ايه؟ مش هتعمل اي ايه؟ اي سوابنج في النقطه دي. يبقى هنا الاليمنت هتبقى عندك 10 14 29 7 و 30. خلاص؟ انت هتكوبي، احنا قلنا انك انت هتنسيرت ال 14 ده في الخطوه اللي فوق، وهتكوبي ال 37 وبعد كده ماشي خلاص. هو انت هتنسيرت ال 37 تاني لان هي خلاص هي مش هيتغير مكان. طيب انا عندي بقى 10 14 29 37 خلاص. طيب كده 37 13. هنا هعمل نفس الخطوه، هقسم الاري بتاعي لجزء سورتد وجزء ايه؟ انسورتد. مين الجزء الانسورتد؟ 13. والجزء الانسورتد او الجزء السورتد ال 10 وال 14 29 37 والانسورتد اللي هو ال 13. تمام. اول حاجه هعمل ايه؟ هكوبي ال 13 خلاص. طيب هتكوبي ايه؟ هاخد نسخه ال 13 وابدا اقارن ال 13 مع ال 37. مين اصغر؟ ال 13. يبقى هي ال 37 هتيجي هنا واخد الكوبي بتاعت ال 13 احطها هنا، يبقى هنا هيبقى عندي ايه؟ 13 و 37. بعد كده ابدا اقارن ال 13 وال 13، ال 13 هتبقى هنا وال 37 هتبقى هنا. ال 13 وال 29 مين اصغر؟ ال 13، 29 هتيجي هنا وال 13 هتيجي هنا. طيب بعديها ال 13 اصغر ولا 14؟ لا ال 13. ابدا اجيب ال 14 هنا وبعد كده اخد الكوبي بتاعت ال 13 احطها هنا، فهيبقى ايه؟ 13 و 14. بعد كده هتلاقي ان ال 13 اكبر من 10، يبقى هنا الترتيب عندي هيبقى ايه؟ 10 13 14 29 37. كده انا وصلت ان انا عفوا كده وصلت ان انا عملت سورتد للاري بتاعي. يبقى الفكره كلها انك انت بتقسم الاري بتاعك لجزء سورتد وجزء انسورتد. في الانيشال اري انت هتاخد اول اليمنت هو السورتد بارت، وبقيه الاليمنتس التانيين هي الانسورتد. تبدا تاخد اول قيمه في الجزء الانسورتد وتاخد منه كوبي خلاص. طب تبدا تقارن الكوبي او الاول اليمنت في الانسورتد بالجزء باخر اليمنت موجود في السورتد اللي هو ال 29 و 10 مثلا. ال 10 اصغر فتبدا انك انت تحط ال 29 مكان ال 10 وتاخد الكوبي اللي انت خدتها بره تحطها مكان ال 29 وتمشي على هذا الميكانيزم لغايه لما توصل لاخر اليمنت خالص. خلاص اتمنى تكون الستبس ظهرت. طيب الالجوريزم بقى هيبقى ماشي ازاي؟ قلنا ان انا عندي ثلاث خطوات اساسيين بعملهم اللي هو ايه؟ اول حاجه بقسم الاري بتاعي جزء سورتد وجزء انسورتد. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بروح في الجزء الانسورتد اخد منه ايه؟ كوبي. خلاص؟ يبقى انا هنا بروح لاول قيمه في الجزء الانسورتد، يبقى انا لازم ابقى عارف الاندكس بتاع اول قيمه في الـ في الـ في الـ في الجزء الانسورتد وباخد كوبي منها، يبقى انا لازم في حاجه اعملها في الكود عندي تخليني اخد كوبي من الاندكس ده. وتالت حاجه هي ان انا بقارن باخر قيمه موجوده عندي في الجزء السورتد، فبالتالي لازم يبقى عندي اندكس بيشاور على الـ القيمه دي او على الاندكس اللي في اخر قيمه في الجزء السورتد. طيب طيب اول حاجه هنا هيبقى عندي حاجه اسمها عرف فاريبل اسمه دي. طبعا هي فانكشن، الفانكشن دي بتعمل الانسيرشن سورت اي هرملها مثلا. وطبعا النهارده الامبلمنتيشن هنعملها بطريقه الفانكشن. المره اللي فاتت عملنا البابل سورت في المين على طول، هنعمل النهارده الانسيرشن سورت
في function ونرمي لها ال نرمي لها الاري ونرمي لها السايز بتاع الاري. طيب الكي هنا او الفاريبل الاولاني ده ايا كان اسمه ايه هو بيمثل الكوبي اللي هاخدها من اول element في الجزء الـ unsorted اللي هو اول element اللي هو ده. خلاص خلينا نرجع تاني كده اللي هو ده اللي هو اول element في الجزء الـ unsorted اللي هو ال 10. يبقى هنا الـ variable اللي اسمه key بيمثل هذا الـ element او هذا الـ index. طب الـ j بتمثل ايه؟ الـ j بتمثل العنصر او الـ index او الرقم اللي في اخر مكان في الجزء السورتد او الجزء المرتب. خلاص دي الجي. طب الاي، الاي بتمثل الاندكس. مش احنا قلنا لازم نعرف الاندكس بتاع اول قيمه في الجزء الانسورتد؟ اه. يبقى هنا هو بيمثل القيمه بتاع الاندكس بتاع اول قيمه في الجزء الانسورتد اللي المفروض هحطه في الجزء السورت اللي هو ايه؟ لو رجعنا في الرسمه كده اللي هو الاندكس بتاع ال10. يبقى الكي انا باخد كوبي. خلاص الجي هي العنصر اللي في الجزء المرتب اللي هي ايه اللي هي ال29. والاي هي ايه هي الاندكس بتاع المكان اللي هو فيه الرقم 10. خلاص طيب خلاص يبقى عرفنا الكي هي ايه والجي هي ايه والاي هي ايه. ابدا اقول له فور لوب اي بتساوي 1 اي اصغر من ان اي بلس بلس. واحد هيقول لي ليه انت قلت اي واحد اي بتساوي واحد ما قلتش ليه اي بتساوي زي. هقول لك احنا قلنا الاي دي بتمثل ايه؟ هو العنصر او الرقم اللي هنقله للجزء السورت. يعني الرقم اللي هو في الانسورتد هنقله للجزء السورت وبعد كده اقارن. يبقى هنا لو انا بصيت على الشكل ده في الانيشال اريا في الانيشال اري انا عندي 29 10 14 37 13. اول element موجود عندك في الاري الانسورتد هو ايه بيمثل الاندكس ايه؟ اندكس واحد. ما خلاص ال 29 هي الاليمنت السورتد. فبالتالي لما هبدا الاي هبداها من واحد لغايه نهايه الاري بتاعي اللي هو لغايه السايز بتاع الاري. خلاص بعد كده اقول له اي بلس بلس. خلاص طيب بعد كده عاوز اقول له ان الكي دي بتمثل الكوبي او القيمه كوبي من القيمه اللي هتاخدها في اول اندكس موجود في الجزء الانسورتد اللي هي ال10 دي اللي هي ال10 دي. انا عاوز اخد كوبي من الحته دي فده بيمثل ايه؟ الاري في واحد. خلاص طيب انا الاي بدأتها من واحد يبقى الكي بتساوي الاري في ار. خلاص دي كده ما فيهاش اي مشكله. بعد كده هقول له عاوز اقول له بقى ان الجي دي بتمثل اخر عنصر في الجزء المرتب او العنصر اللي في الجزء المرتب اللي هقارن بيه. يبقى اقول له الجي بتساوي الاي ناقص واحد. الاي اصلا قيمتها بكام؟ بواحد. واحد ناقص واحد يبقى في اول اتريشن الجي هتبقى قيمتها بزيرو فعلا اللي هو الايتم او الرقم اللي في الجزء السورتد. ابدا اقول له بقى انا عاوز بقى قوي اقارن الكوبي النسخه اللي انا خدتها باول قيمه اللي هي اللي هي السورتد او باخر قيمه في الجزء السورتد بالكي او بالكوبي اللي انا خدتها بره. خلاص عشان لو في الجزء الرقم الثاني اصغر من الرقم الاولاني اعمل سويب. طيب هقول له واي جي اكبر من زيرو اند اري اوف جي اكبر من كي. يعني ايه معنى الكلام ده؟ وايل جي اكبر من او يساوي زيرو يعني بقول له ايه؟ الجي احنا قلنا بتمثل ايه؟ بتمثل العنصر اللي في الجزء المرتب او الجزء السورت. طول ما الجي اكبر من او يساوي زيرو يعني معناها ايه؟ ان في اليمنت موجود عندك في الجزء السورتد تقارن بيها لسه. خلاص؟ ليه؟ لان الجي لو بقت بنيجاتيف واحد خلاص انت خلصت المقارنات اللي في الجزء السورتد خلاص ما فيش حاجه ثانيه تقارن بيها. خلاص؟ يبقى هقول له ايه؟ وايل الجي اكبر من او يساوي الزيرو. اند هنا بقى المقارنه بتاعتي الاساسيه. اند array of j بتمثل ايه الاري اوف j دي؟ لو حد فاكر الجي هنا
بزيرو، يبقى array of v بتمثل الجزء أو الأري اللي في الجزء السورتد. لو الأري أوف جي أكبر من الكي اللي هي بتمثل النسخة اللي أنا خدتها من أول إليمنت في الجزء اللي هو unsorted، خلاص لو ده أكبر من ده يبقى في الحالة دي إيه؟ هجيب لازم أجيب الإليمنت التاني عند الإليمنت الأولاني والإليمنت الأولاني في الإليمنت التاني. يبقى هروح أعمل هذا الكلام، هقول له array of j زائد واحد اللي هو بيمثل المكان الثاني خلاص بيساوي array of j. يبقى انا هجيب اللي هي في الجزء السورتد هحطها على اليمين خلاص. بعد كده عاوز اقول له ايه؟ عاوز اقول له بقى ايه؟ روح هات لي الكوبي حطها لي في ايه؟ في الجزء اللي على الشمال. هنا هقول له جي بتساوي جي ناقص واحد. طب هنا جي بتساوي جي ناقص واحد، فأول مرة هتبقى بإيه؟ الجي عندي بكام دلوقتي؟ الجي عندي بزيرو، يبقى جي بتساوي جي ناقص واحد اللي هي زيرو ناقص واحد يعني نيجاتيف واحد، هيبدأ يخش في الوايل تاني. هل نيجاتيف واحد أكبر من أو يساوي زيرو؟ لأ، فهيطلع بره الوايل ويعمل لي الأوبريشن التاني اللي هو هيحط النسخة الكوبي اللي أنا خدتها بره بقى في array j زائد واحد اللي هي نيجاتيف واحد زائد واحد يعني في array of zero. هيروح عند array of zero ويحط بقى النسخة. مش انا خدت اللي في المكان رقم زيرو وحطيته في المكان رقم واحد، خلاص كده بقى المكان رقم زيرو فاضي، فهبدأ اخد الكوبي بقى اللي انا خدتها من بره احطها في الarray of zero، والiteration هتفضل تشتغل بهذا الشكل. طيب في تاني مرة الاي هتبقى بكام؟ باتنين. الاي عندي بكام؟ باتنين. فالكي عندك هتبقى array of 2. يبقى الحاجه اللي انا هاخد منها كوبي هو اول قيمه في الجزء الان sorted، لان الarray of 0 خلاص والarray of 1 خلاص، الجزء ده بقى ايه؟ مرتب خلاص، خلاص sorted. الان sorted من اول array of ايه؟ 2. يبقى الكي هي اول element في الجزء الان sorted. طيب بعد كده عاوز اخد بقى اخر element موجود في الجزء السورت، يبقى الـ j بتساوي i ناقص 1، يبقى كده هي الـ j بتمثل الـ index بتاع الـ element ده. وابدأ اقول له while j اكبر من او يساوي 0، يعني هقول له خلاص في element تاني تقارن بيها، and array of j اكبر من k اللي هو ايه؟ اخر element موجود عندك في الجزء السورتد اكبر من الكوبي اللي انت خدتها بره اللي هي بتمثل اول قيمه في الجزء السورتد. لو هم لو هي اكبر من الكي يبقى في الحاله دي انت هتعمل ايه؟ هتعمل سواب او هتبدلهم ببعض. يبقى الاري جي زائد واحد هتحط فيها الاري اوف جي، وبعد كده تروح للكي عشان تحطها في الاري جي زائد واحد بانك بتروح للاليمنت اللي قبلها. خلاص هتمشي تريسنج بنفس الشكل اللي انا قلته ده، هتلاقي انك انت وصلت في الاخر ان الاري عندك بقى سورت، خلاص هتفضل ماشي لغايه الان. طبعا عشان تفهم الجوريزم زي ده او تبقى متاكد انك فهمته، ورقه وقلم وتبدا تمشي باللوجيك اللي انا قلت لك عليه ده. خلاص لو فهمت اللوجيك وفهمت التريسنج او التريسنج بتاعك طلع مظبوط، يبقى انت كده فهمت الالجوريزم. تطبيقه بقى بالتولز او بلغه البروجرامنج اللي هننفذها الموضوع اصبح سهل جدا. انت ممكن كمان تلاقي نفسك بتغير في طريقه الامبلمنتيشن. خلاص اللوجيك طبعا واحد، لكن اللوجيك اللي قدامنا دلوقتي او الامبلمنتيشن اللي قدامنا دلوقتي ممكن واحد يكتبه بطريقه ثانيه، لكن اللوجيك واحد. خلاص يعني مش شرط، انا ما بدكش الكود او ما بدكش الالجوريزم ان هو لازم تطبق الشكل ده، لا انت ممكن عندك في الكود تعملها بشكل مختلف. اهم حاجه تفهم اللوجيك. يعني هنا في الجزء ده هل لازم استخدم وايل؟ لا، ممكن ما استخدمش وايل، ممكن استخدم حاجه ثانيه، تعمل لوبك. خلاص هل هنا لازم استخدم فور؟ مش شرط استخدم فور، واحد هيستخدم حاجه ثانيه، ما فيش مشكله. هل هنا ممكن لازم اعملها بطريقه ان انا اخد كوبي من اول element في الجزء الانسورتد؟ لا، ممكن استخدمها بطريقه التمب عادي جدا. فهو طريقه الامبلمنتيشن ممكن تختلف ولكن اللوجيك واحد.
خلينا بقى نشوف ازاي هنعمل implementation للالجوريزم ده بلغه السي بلس بلس. خلاص طبعا برضو هنعملها في فيديو منفصل عشان لو حد فاهم الفكره والفكره بالنسبه له سهله يخش على الفيديو بتاع الامبلمنتيشن على طول.